كل الحضور جوه الاستوديو بره الاستوديو. شكرا وتحيه لكل اللي متابعنا ولكل اللي معانا في حلقاتنا اللي بنحاول نقدم فيها كتير من الفقرات وكتير من وجداننا لاوقات مفيده للناس، لاوقات ممتعه للناس. بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، الفوز بيها خلانا نفرح بحاجات كتيره ونلتفت لحاجات كتيره. المنتخب، المدرب، ورمضان صبحي. رمضان صبحي في البطوله دي ما كانش مجرد اللاعب الموهوب اللي بيسدد اهداف، اللي بيحسم مباراه، لا، كان لاعب وقائد. كان اداؤه في المستطيل الاخضر وخارجه بيقول انه في عندنا كابيتانو جديد بيقدر يحافظ على الروح المعنويه لزمايله في المنتخب، بيكلمهم في الملعب، بيكلم الجمهور ويخليهم يستمدوا طاقه ويدوهم طاقه. كل الصور اللي كانت موجوده وكل الناس تداولتها بتقول ان احنا امام لاعب من طراز خاص، مش بس قدرات رياضيه، انما مسكته للكاس، نظرته لزمايله، كل شيء في البطوله دي كان بيقول لنا انه محبتنا ومعزتنا رمضان صبحي اللاعب قبل البطوله دي كوم وبعد البطوله دي كوم تاني خالص. الشباب فاجئونا، هم داخلين المباراه النهائيه وهم لابسين اقنعه او ماسكات لكذا دي بابيل، اللي فاجئه الناس بما فيهم كل الناس بما فيهم المدير الفني للمنتخب الاولمبي، كمان فاجئونا باداء بطولي ادخل علينا الفرحه والفوز. خلينا نقول انه معانا دلوقتي افضل لاعب في البطوله، معانا نجم النادي الاهلي ولاعب الدوري الانجليزي البروفيسور رمضان صبحي. La mattina, sono il sacco, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina, sono il sacco, e ho trovato il vaso, cucciana, tutta mia, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mattina, tutta mia, e mi sento. Thank you.
جننتونا يا كابتن صح. ألف مبروك على كل حاجة. قبل أي حاجة كابتن شوقي غريب كان مش فاهم أنتوا عملتوا إيه. يعني أنا مبسوط جدا لما مع حضرتك ودايما بابا مبسوط. أشكرك احنا اللي بنحبك جدا 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 ومبسوط اللي أنا مع الجمهور الجميل دوت كالعادة بيبقى حاجة تحفة. الجمهور متحيز المتحيزين. بس كابتن شوقي كده كان ان احنا في مفاجآت بنعملها في المعسكر فدي كانت من ضمن المفاجآت اللي احنا عملناها. ايوه بس دخلتكم هي كانت تفرح بس بجد يعني ازاي جالكم قلب تعملوا كده يا كابتن رمضان؟ بصي احنا كنا ايه يعني في 8 9 كده وكانوا بيجوا عندي في الاوضه تمام طبعا والفريق كله كان بيبقى اغلبيته بيبقى عندي في الاوضه فكان في كل بعد كل ماتش او بعد كل يوم عن يوم بيبقى فيه حاجه جديده كده كل واحد بيطلع بيها فاي حد كان بيقول حاجه جديده كلنا بنبقى بنشوف دي ايه ابعادها بيوصل لحد فين كلنا بنبقى سبورت للقرار يعني ده يعني كل يوم بتفكروا فكره جديده اصلا يعني مثلا سيمي فاينل لما صعدنا للفاينل وخلاص صعدنا للاولمبياد ما احنا دخلنا المؤتمر وبوظنا المؤتمر ورشنا حاجه بص خالص بص شعر الست لا كان الموضوع غريب يعني بس فكان في افكار كده بتطلع فلما بنبقى كلنا موافقين عليها فكنا بنعملها على طول بس لا احكي لي عن الخطه دي قبل ما ندخل في الماتش والنهائي كابتن شوقي غريب كان معانا وقال ان هو ما كانش فاهم هو انتوا عاملين ايه وقعد يقول لهم هو ايه ده هو ايه اللي لابسينه وقعدوا يشرحوا له هو ما كانش فاهم بس هو كان قلقان هو قال انا كنت خايف لا يبقى في عقوبات او اي حاجه بالظبط احكي لي بقى الماسك ده ولا كذا دي بابل مين كان صاحب الفكره الالمعيه صاحب الفكره طاهر محمد طاهر ايوه تمام الفكره جت اللي احنا الاول هو واحنا قاعدين في الاوضه ففجاه هو قالها لوحده ايه رايكم ما نلبس الماسكات ونخش ومش عارف ايه فانا شويه جالي اللي هو لو لا قدر الله حصل حاجه فليه احنا ماشيين كويس فقلت له طيب خلاص ماشي بس انت هتعرف تجيب العدد ده قال لي ما تخافش انا هتصرف قلت له ماشي هو واحمد ياسر ريان كلموا ناس صحابهم واحنا في المعسكر جابوا الماسكات على قد اللعيبه وكلمنا ناس من اللجنه المنظمه بتاعه الاتحاد الافريقي نسالهم ان احنا لو لبسنا اي ماسكات هيبقى في اي عقوبات كل ده كابتن شوقي ما يعرفش اي حاجه ولا اي حد يعرف اي حاجه بس لحد ما عرفنا ان مفيش اي مش هيبقى في اي عقوبات لما سالته قلت لهم ده بتاع سلفادور دالي مثلا هو ده وش سلفادور دالي هو انا التفاصيل اللي انا هو طاهر عشان كان مصاب بس كان معانا وانا بحييه على دوت هو ومرعي يعني كانوا مصابين بس كانوا معانا فطاهر هو اللي كان متولي المهمه ديت وبيسال وبيعمل كل حاجه من غير ما يقول لنا عشان ما يخليش اللي احنا ننشغل عن الصوره دي بيكون جرافيكس يعني مش مستحيل تبقى بتاخده من الملعب لا اكيد لا لو في الملعب كده كان مش ممكن يقتلنا بس فهو عمل كل حاجه من غير ما يشتتنا اللي احنا مركزين في الماتش وسيبوني انا اللي هقود المهمه ديت سيبوني انا اللي اسال سيبوني انا اللي اجيب لكم كل حاجه وانتم خليكوا تركزكم في الماتش فهو عمل كل ده طب هسالك سؤال انا طبعا ضحكت جدا وانبسطت بالذات عشان احنا اخذنا البطوله انما ما كانش في منتخب واحد يقول لا يا جماعه بلاش ما حدش اعترض لا هو ما حدش اعترض لسبب عشان احنا كنا كمجموعه وده كان باين علينا من اول يوم لو في حتى مثلا احنا كنا 23 واحد لو في مثلا 17 18 عايزين ده يحصل وخمسه لا خلاص الخمسه الموضوع بينتهي بيبقى مع المجموعه وخلاص بنبقى كلنا مبسوطين اللي احنا هنعمل ده حتى لو ما حدش عايز يعمله فاهم قصدي ايه ديمقراطيه يعني طالما احنا راي الاغلبيه شايفه ان ده نعمل كده خلاص نعمل كده بس فده اللي احنا كنا واظن كان باين من اول ماتش كنا كلنا كان في تكاتف حلو جدا ايوه كنتوا بتضحكوا بقى في مرار الماسكات يعني عايزه افهم انتوا داخلين ايوه لا احنا بنضحك واحنا في الباص هو كابتن شوقي بينزل والجهاز واحنا بننزل وراه على طول فهم نزلوا ودخلوا الاوضه فلقوا ما حدش دخل احنا كل ده في الباص وعمالين نضحك وعايزين نشوف احنا لو دخلنا كابتن شوقي هيبقى رد فعله ايه او الناس تبقى رد يعني ردود افعالها ايه فكلنا لبسنا الماسكات ومحدش ينزل يا جماعه كلنا واقفين يعني احنا كلنا اتجمعنا بره وكمان حته اللي احنا نمسك السماعه دي ونشغل اغنيه دي جت لي بقى وانا في الباص قبل ما ننزل بدقيقتين بالظبط قلنا لهم لا طب قلت لهم خلاص هنشغل الاغنيه دي دلوقتي وهننزل بيها وكلنا ننزل نسقف قالوا لي طيب يلا خلاص ماشي ففي ساعتها عملنا كده يعني الماسكات متفقين عليها من بدري شفت بقى وش كابتن شوقي غريب ساعتها احنا واحنا داخلين شايفين وشه فكله راح شال الماسكات واداها لطاهر قال له شيلها بسرعه قبل ما كابتن شوقي يخش
يعني برضو قلقانين من كابتن شوقي. اه قلقانين طبعا، بس هو كابتن شوقي بصراحه كان عارف اللي معاه رجاله، كان دايما بيبقى سبورت لينا في كل حاجه، فبشكره طبعا. واحنا الحمد لله. بس يعني ونقطه برضو عايز اتكلم فيها، ممكن لا قدر الله لو احنا كنا خسرنا كانت الناس تعلق اللي احنا انتوا عاملين كده، ما انتوا كنتوا ماشيين كويس. لا احنا عايزين الفكر ده يتغير شويه. يتغير بمعنى ايه؟ بمعنى اللي احنا لو لا قدر الله كان حصل حاجه، خلاص هي دي حاجه احنا بنعملها مالهاش دعوه بالشغل اللي احنا بننفذه. احنا بننزل ندي ال 100% بتاعتنا وبنسيب النتيجه دي على ربنا، بس مش متعلقه بحاجه احنا عملناها بره. فدي نقطه لازم برضو تتغير. لا انا فاهمه، اولا فاهمه السن والتغير في الحياه. انتوا بتقولوا انه المرح والنكته والناس تبقى مبسوطه، ده مش معناها مش مركزه. بالظبط بالظبط. يعني واحنا قاعدين شهر في معسكر الناس كلها مركزه، برضو انت لما بتقعدي شهر في معسكر وقاعده في اوتيل برضو بيجي لك سن تزهق شويه. بس احنا كنا عارفين ان احنا بنعمل حاجه مهمه، فاحنا لما بنعمل كده ممكن نكون بنطلع نفسنا من مود، مثلا عايزين نبقى في مود حلو، فده ملوش علاقه بالشغل اللي احنا كنا بننفذه. يعني دي حاجه، واللي احنا ننزل الملعب ننفذ الشغل بتاع كابتن شوقي وننفذ الشغل اللي احنا متمرنين عليه، دي حاجه تانية خالص. بس عجباني جدا الفكره دي يا كابتن رمضان. انت حاسس انه الناس بقى رابطه ما بين الجديه بالزبط. والكآبه. لا الواحد ممكن يبقى جد في ادائه في كل حاجه ويبقى شخص مش كئيب ورزل ولا اي حاجه، لطيف كده. احنا كنا بنعمل كده، احنا كنا بنعمل كده من ساعه ما نطلع من الاوتيل، يعني من واحنا في الباص اول ما بنركب بنقرا الفاتحه كلنا ربنا يكرمنا. بعد كده كنا معانا بقى السماعه بنشغل اغاني ورا بنتبسط بنضحك بنسقف كل حاجه. بس كنا اول ما بننزل المستطيل الاخضر دوت كانت خلاص كل حاجه بتنتهي، احنا نازلين نكسب، فكان كل حاجه بتتقفل. فهو ده اللي كنا بنشتغل عليه. انا كنت بقول قبل ما تدخل انه رمضان صبحي اللي شفناه في البطوله دي مش مجرد لاعب، اللاعب الموهوب اللي احنا نعرفه، لا احنا بقينا في منطقه تانية، بقينا قدام لاعب موهوب وقائد بيحسن التعامل مع زمايله، عنده ثبات انفعالي، بيعرف ياثر على اللي في المستطيل الاخضر واللي براه، بيكلم الجمهور في لحظه بيقول لهم احنا محتاجين تشجيعكم. في حاجه كبيره اتغيرت فيك يا كابتن رمضان، هي ايه بقى؟ لا خالص والله ما فيش، هي كانت مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره جدا، مش سهله. يعني الناس ممكن تبقى فاكره شرط الكابتنه دي اللي انا لابسها في الملعب وخلاص، لا دي بتبقى مسؤوليه كبيره قوي بره الملعب وجوه الملعب، وبالتالي بتبقى بره الملعب اصعب كمان، اللي انت تعرفي ان كلنا نبقى لمين بعض لمه كويسه، يبقى في ناس ممكن ما تكونش بتلعب فاكيد بتزعل، فممكن تاثر على اللي بيلعب، فانت ازاي تعرفي تربطي ما بين اللي ما بيلعبش ده، انت ما تزعلش عشان انت ممكن تلعب وربنا يكرمك، فانت ممكن تبقى كل اتنين في اوضه، فانت واحد ما بيلعبش واحد بيلعب فممكن ياثر عليه بالسلب. فازاي انت بتعرفي تعملي كل ده والناس كلها تبقى مبسوطه؟ فدي حاجه صعبه جدا. بس بصراحه اللعيبه كلها كانت، يعني ما كانش فينا وانا في المعسكر، انا ممكن اديهم تعليمات عشان انا كابتن الفريق، بس ما كانش فيه ما بيننا اللي هو في واحد كابتن الفريق فانا كلمتي هي اللي بتتقال، لا خالص. احنا كنا اللعيبه كلها كانت مركزه، كانت عارفه ان ما فيش خلاص زعل، ازاي نعرف نتماسك كويس جدا عشان احنا عايزين نوصل لهدف، وفي الاخر كل الناس لعبت ووصلنا للهدف اللي احنا عايزينه، فكان الموضوع صعب جدا. فالحمد لله اللي احنا قدرنا اللي احنا نبقى عملنا توليفه حلوه جدا من اول يوم، فده اللي احنا كنا يعني شغالين عليه من بدري قوي. يعني مجرد الاحساس بالمسؤوليه ولا في حاجه من جواك انت قرار كنت واخده قبل كده؟ لا هو احساس بالمسؤوليه تجاه مصر عامه، تجاه الشعب المصري، تجاه اللي احنا عايزين نفرح دلوقتي، فكل ده كان بيبقى تاثير عليك. كل ده بفكر فيه. لا هو انا بصراحه يعني هو مش كلام فعلا، بس انا البطوله دي شغال عليها من بدري جدا، من بدري جدا. حتى انا كان في ناس قريبين مني جدا وصحابي وناس قريبين مني جدا كنت اقول لهم لا انا البطوله ديت هتفرق معانا كتير جدا، وحتى لما كنا بنقعد مع اللعيبه كنا بنتكلم في كده، لا البطوله دي هتفرق معايا جدا. انا كنت مركز مثلا قبليها بست سبع شهور انا مستنيها تيجي فعلا. مستني تيجي عشان نظهر بالشكل ده ونفرح الناس ونوصل للاولمبياد. لا كان الموضوع صعب جدا. فاظن لما انت بتبقي مفكره حاجه من بدري ومحضره لها كويس فبتظهري بشكل كويس. يعني تم استبعاد رمضان صبحي من التشكيل الاساسي في البطوله الافريقيه للمنتخب الاول يعني اللي شارك فيها، وبالتاكيد ده كان مردوده سيء عليك كلاعب موهوب وعايز يشارك في البطوله دي. ده كان سبب من الاسباب انك تادي الاداء الراقي ده في البطوله تحت 23 سنه؟ اكيد اكيد كان سبب اللي انا اظهر بالشكل الكويس ده. بس اعتقد برضو اللي انا لو كنت اتخذت في المنتخب الاول وجيت عشان العب البطوله دي وسط الجمهور اللي انا شفته ده وسط الفريق اللي احنا عايزين نعمل حاجه كنت ممكن برضو هادي نفس الاداء. دي حاجه ودي حاجه. طبعا اكيد زعلت اللي انا ما روحتش المنتخب الاول ودي حاجه اكيد. كنت حاسس بالظلم؟
لا ما كنتش حاسس بالظلم خالص يعني. انا من الناس اللي انا تقبلت الموضوع ما كنتش زعلان خالص، وطلعت كمان اي يعني كتبت عندي اللي انا ربنا معاهم وربنا يكرمهم وللجهاز الفني يعني، مش قلت للعيبه بس عشان انا زعلان من الجهاز الفني، لا الجهاز الفني ليه كل الدعم عشان دي حاجه في الاخر هتصب في مصلحه مصر مش في مصلحه رمضان صبحي بس. فهو ده اللي انا كنت قلته. اكيد كنت متضايق ان انا ما روحتش بطوله زي دي، بس قلت خلاص بقى انا اعمل ايه، دي بتبقى وجهه نظر مدرب بحترمها سواء هي كويسه او سواء كان في حاجه غير يعني. في ناس كانت بتقول اللي هو ما بي يعني ممكن يبقى في اسباب تانية غير اسباب فنيه، الله اعلم دي كانت ايه، دي حاجه برده كانت ترجع لهم. بس خلاص هو ربنا يعني في الاخر بيحطك في حاجه معينه، وربنا في الاخر كرمني الحمد لله وانا مبسوط، وكنت بتمنى لهم التوفيق بس ما حصلش كده، فاتمنى لهم التوفيق في القادم طبعا. بس البطولتين كانوا خلال فتره وجيزه جدا، والناس قعدت تقارن ما بين الاداء المبهر للمنتخب الاولمبي والاداء الغير مرضي للمنتخب الاول. ازاي كلمت مع كابتن، مين اللي طلب منك، كابتن شوقي غريب اللي طلب ان انت تنضم للمنتخب الاولمبي، ولا الموضوع جه ازاي؟ احنا الاثنين بصراحه، احنا الاثنين كان عندنا نفس الرغبه، كانت متبادله يعني. ساعتها انا كنت في انجلترا في شهر 10 اللي فات 2018 يعني، او شهر 11 مش السنه دي، السنه اللي فاتت يعني، من سنه تقريبا بس. ففي معسكر كان في المنتخب الاول، كنت انا لسه راجع من الاصابه، فهم ما خدونيش في المنتخب الاول، فقلت له خلاص انا ما عنديش مشكله يا كابتن انا هاجي معاك المنتخب الاولمبي. قال لي وانا عايزك معايا، ودي حاجه مش يعني ما بقاش مشكله خالص، انت كنت في المنتخب الاول جيت المنتخب الاولمبي. قلت له لا لا خالص انا ما عنديش اي مشكله في الكلام ده خالص. هو كان خايف يبقى عندك حساسيه. قلت له لا 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 خالص انا مش من النوعيه دي خالص، انا هاجي وهادي معاك ال 100% اللي انا بديها، فما ليش اي علاقه ان انا ما رحتش المنتخب الاول وكل الكلام ده بس. ورحت مع كابتن شاوي المعسكرات بقى اللي بعديها كلها يعني، رحت معسكر في شهر 10 و11 اللي هي بتبقى فيفا ديت، بيبقى في معسكرات كده بتبقى كل فتره يعني. كان شهر 10 في معسكر، شهر 11، شهر 3 كان في معسكر رحنا فيه اسبانيا لعبنا هناك ماتشين، وبعد كده شهر 6 كان في برده معسكر، وبدانا بقى من شهر 8 لما لعبنا جنوب افريقيا ماتش ودي قبل البطوله، ودخلنا بقى على البطوله على طول. فلا احنا كنا واخدين القرار احنا الاثنين، وكان هو على طول بصراحه بيساعدني في الحته دي يعني، على طول يقول لي انا عارف اللي انت ممكن تبقى متضايق ما تتضايقش، اللي انت كان على طول بيحمسني اللي انت هتروح المنتخب الاول، انا متاكد ان انت هتروح المنتخب الاول. وانا اقول له والله، وانا كان بيبقى ردي عليه والله يا كابتن انا مش فارقه معايا، انا فارق معايا بس ان احنا نعمل حاجه في البطوله ديت، وبعد كده انا عارف ان شاء الله طالما انا بلعب كويس وبادي اللي عليا اكيد هروح المنتخب الاول. بس انا كنت خلاص كنت مركز بقى مع المنتخب الاولمبي الفتره دي. بس دي ماتش جنوب افريقيا، دي بعد ما جبت الجون في ضربه الجزاء كان ما بين الشوطين طالعين 0-0 وما كناش كويسين قوي الشوط الاول. فكابتن شاوي جوه واحنا في الاوضه فقال لي بص انا هقول لك على حاجه قدام اللعيبه، قال لي انت اللي هتكسبني وانت اللي عليك المسؤوليه ديت قدام اللعيبه، قالها لي كده باللفظ. فانا ببص له اللي هو طب ليه بتحط عليا مسؤوليات في الفتره دي يعني، خليها ماشيه كده بس. فبعد الجون رحت له فراح قال لي مش قلت لك اللي انت اللي هتجيب الجون؟ فكانت صوره يعني هو بيقول لك بيقول لي كان عندي حق، بيقول لي مش قلت لك؟ فقلت له الحمد لله. صوره يعني صحيح تدي معنى معنيين بس هي عظيمه. لا لا ممكن تبقى تدي اللي احنا كنا بنتكلم طبعا ليه كده يا رمضان؟ يعني بس على فكره هو هي مش فرحه قد ما هو انت لو شفتي هو شددني وانا شده برده من يعني احنا ماسكين بعض اللي هو عارفه غل يعني اللي هو شفت مش قلت لك هو مش قلت لك يا رمضان بالظبط. اوه دي القنبله. دي كنا قبل الماتش كلنا برضو قاعدين في الاوضه عندي قبل الماتش الصبح، فكنا بنفكر ان احنا لو كسبنا الماتش ده. معلش انت كل شويه عندي في الاوضه، هو المنتخب كله كان قاعد عندك في الاوضه؟ اغلبيه الناس كانوا قاعدين عندي. كل شويه كانوا عندي في الاوضه لا على طول كان كده، حتى احنا كنا رقم فردي، احنا كل اتنين بيقعدوا مع بعض بس احنا عشان رقم فردي فانا كنت قاعد لوحدي يعني. 8 9 بيجوا وكلهم قاعدين يعني جروب، كنا قاعدين جروب كده، فكلهم كانوا بيجوا يقعدوا عندي في الاوضه. حتى كان في اوقات انا ببقى مثلا مع كابتن شاوي او تحت في الريسبشن وهم بياخدوا الكارت ويطلعوا يقعدوا عندي في الاوضه، فكنت ساعات لما بدخل عليهم كمان يروحوا هم قايلين لي مش تخبط قبل ما تدخل. اقول لهم دلوقتي اقول لهم دلوقتي يا جماعه كانوا مستريحين الاوضه. هم في الاوضه قالوا لك؟ هم في الاوضه الصبح بنتفق ان احنا نعمل حاجه، قعدنا نعمل كذا حاجه فما لقيناش حاجه، فقلنا خلاص بقى يعني. بس انا كنت حاطط دماغي ان انا لو جبت جون هعمل الحركه دي بس. فاول ما جبت الجون حتى هم ما كانوش عارفين، فقلت لهم يلا اعملوا الدايره ورمينا، فهم كلهم هم مستجابين يعني، عارفه اللي هو هنموت هنموت هنعيش هنعيش اللي هو بس. فكانت حاجه حلوه يعني، دي كانت في الفيديو كمان حلوه قوي، كانت حاجه حلوه قوي والجروب كله بيعملها، حتى الناس اللي بره ما كانتش بادئه يعني، الناس اللي لابسه قمصان ديت بينك
دول الاحتياطي. بصي لما كلهم يعملوها فدي حاجه كويسه تدل ان الفريق كله كان مع بعض فعلا زي ما انا قلت لك، ما حدش كان زعلان خالص، فدي كانت اهم حاجه في. هو مش بس روح حلوه، انتوا بتفهموا بعض يعني، انت عشان تقول لهم الموضوع ده وتظبطوه ده ثواني. فكانت حلوه قوي بصراحه جدا. هي البطن تمام بس الكتاب كانت محتاجه يومين كمان. طيب كان في دماغك رونالدو ولا لا كانت عفويه؟ لا كانت ما كانتش في دماغي رونالدو يعني، كانت في دماغي ان انا برضو لو جبت جون في الفاينل هعمل كده وهقلع التيشيرت، بس كان على حسب الماتش ماشي ازاي يعني. اكيد لو كنت جبت جون الشوط الاول مش هعمل كده عشان ممكن اخد انذار الشوط الثاني فطرت. فكان على حسب ال كنت في حاجات ببقى محضرها كده يعني، في بلان ايه بلان بي، فكنت في حاجات محضر اللي انا اعملها. فدي الحمد لله جه جون البطوله وفي اخر الثواني، فخلاص لو قلعت التيشيرت فاضل دقيقتين ثلاثه فمش هطرد يعني. طيب خلينا نقول انه الصوره دي على قد ما كان فيها مقارنه مع رونالدو، انما في ناس كتيره قالت رمضان صبحي واضح ان هو بيشتغل على نفسه رياضيا وجسمانيا كتير جدا يعني. قعدوا يقولوا انه هل ده بسبب لعبه في انجلترا ولا لانك جبت مدرب خاص ليك عشان تتابع معاه تفاصيل مهنتك كلاعب؟ يعني في انجلترا اكيد بيبقى الشغل اكتر وبتتعلمي حاجات كتير هناك، فده طبعا فرق معايا. لما جيت مصر لا، انا مش معايا مدرب، ممكن يبقى المدرب بتاعي شريف اكرامي، هو ما شاء الله في الجيم حاجه تحفه، واخش معاه الجيم نشتغل الحاجات دي. يعني انت شايف انه التطور الجسماني ده له علاقه بتدريباتك اللي كانت في انجلترا؟ يعني ليه علاقه بتدريباتك اللي في انجلترا، اللي انت بيدخلوك الجيم في وقت معين بتعملي ايه، فطبعا الكلام ده كله اثر. ولما جيت مصر برده ابتديت اللي انا اشتغل عليها، اشتغل عليها مع مدربين زي ما قلت لك، كنت ساعات بخش مع شريف. كان فاكيد انت بره يعني الموضوع كله ما بيبقاش كوره بس، اللي انا رايح اتمرن الساعه ونص او الساعتين، لا بيبقى في حاجات في حياتك اليوميه لازم تعمليها عشان تباني بالمظهر الكويس او بالشكل الكويس اللي انت وانت بتلعبي مثلا ما تتعبيش، لازم تدخلي الجيم، لازم تاكلي كويس، لازم تنامي كويس، كل ده يعني. هي مش بتبقى ساعتين تمرين وخلاص، لا اول يوم بيبقى في حاجات كتير جدا. صحيح صحيح. ده حسام غالي. حسام غالي كتب لرمضان قال له نيو كابيتانو، الكابيتانو الجديد. انت بقى حاجه تفرح ربنا يحميك. كلمه نيو كابيتانو دي الناس اخذتها من بق حسام غالي ولقينا تلقائيا نفسنا بنقول الكابيتانو الجديد. لا حسام غالي طبعا كابتني وقعدت معاه في الاوضه وتعلمت منه حاجات كتير قوي في موضوع الكابتنه ده بصراحه، فالقعده معاه في الاوضه لما كنت بقعد معاه وهو في ال حسام غالي كابتن حسام غالي ده حاجه عظيمه. لا طبعا علمت منه ايه بقى؟ لا حاجات كتير جدا يعني، ازاي هو بيحافظ على ازاي واحنا في المعسكرات او احنا في حياته العاديه، اللي هو ما يعكش في الاكل، ازاي الحاجات دي بتفرق جدا، اللي هو ازاي يحرم نفسه من حاجات عشان ربنا يكرمه، او يحرم نفسه من حاجات عشان المفروض يعمل كده. فلا حاجات كتير، وحاجات كتير في الشخصيه نفسها بتاعت حسام غالي، ازاي بيوجه اللعيبه، ازاي بيكلم اللعيبه، ازاي انا دلوقتي بقول ايه، ازاي بيسحب الضغط من على اللعيبه فياخده عليه هو. فده كله كانت حاجات اتعلمتها منه، وبصراحه هو من اول البطوله خالص كان على طول معايا يعني، وبيكلمني بعد كل ماتش وبيبارك لي، وكان على طول بيتمنى لي الافضل في البطوله، فانا بشكره طبعا وكابتني وبقول له وحشتني يعني. ده هو كابتن عظيم. بس خليني اقول اللي شفته في رمضان صبحي وحاسه ان انا كنت بشوف حسام غالي، هو انه فكره الكابيتانو بالنسبه له مش مجرد شاره او مرياسه او اداء مفتعل مع زمايله، هما مؤمنين ومقتنعين بيك زي ما كانوا مؤمنين ومقتنعين بحسام غالي. بالظبط. ولازم بصي لو انت وصلت لهم ان انا ممكن اعمل اي حاجه علشانكم، فدي برضو بتفرق معاهم جدا يعني. انا هما كان عندي بصراحه اللعيبه، او لما كان المسؤولين بتيجي تتكلم او اي حد بيجي يتكلم، كان عندي اللعيبه رقم واحد يعني، ممكن ابديها عن اي حد. فدي كانت اهم حاجه عندي، ان انا اللعيبه تطلع مبسوطه، ما حدش يجي على اللعيبه خالص، واحنا مع بعض كنا عارفين بنتكلم في ايه وبنقول ايه، واي قرار انا كنت باخده او اي قرار كنت بقوله ما كنتش عمري اروح اقوله لوحدي كده، كنت بقعد معاهم الاول احنا لوحدنا من غير كابتن شوقي، يا جماعه في كذا كذا كذا، شايفين نعمل ايه، انا من وجهه نظري اللي احنا نعمل كذا، مقتنعين بوجهه نظري تمام، مش مقتنعين وهم وجهه نظرهم الصح ببقى معاهم جدا،
وده اللي احنا كنا بنمشي عليه. فاهم حاجه اللي هم عارفين اللي انا خايف عليهم او المصلحه دايما هي مصلحه الفرقه مش مصلحه رمضان. وزي ما انت قلت في الاخر الكابتنه مش اللي انا فرحان بيها وشايلها وبنزل فالناس شايفه شرط الكابتنه، هي حاجات كتير قوي زي ما قلت لحضرتك. فهم كانوا شايفين ده بعينيهم، فهي دي كانت اظن كانت اهم حاجه في المرحله اللي احنا كنا فيها ده في السن الصغير ده. صحيح. فدي كانت الحاجه المهمه، ده كان شيء واضح حتى للي بيتفرج. بالظبط. شريف اكرامي حبيبك ونسيبك ومدربك عندما اجتمع الامكانيات الفنيه مع فكر مرن طموح قابل للتطور والنضج، وعندما تجتمع الرجوله والروح والمسؤوليه مع شارة القيادة، فتأكد أن قائد جديد للكرة المصرية في الطريق الصحيح بإذن الله، بداية تاريخ كبير يتبعه مسؤولية أكبر. رمضان صبحي، من كل قلبي أنا فخور بيك. ده جواب. طبعا تحية كبيرة لكابتن شريف إكرامي. انت كنت متاثر قوي. لا كلام حلو قوي، وكل لما اشوفه بحس ان الكلام لا فيه هو طالع من جواه فعلا. وبعد الماتش هو بعت لي حاجه واحده بس بعد الماتش انا شفتها، قال لي انا بجد انا فخور بيك. الكلمه دي فعلا اثرت فيا، اللي هو يعني لما كابتن شريف يقول لي كده ايا كان بقى ان في صله قرابه، بس انا على المستوى الشخصي من قبل اي حاجه كنت بحبه جدا، والكلام الحلو اللي كتبه دوت. ولما قال لي كده حتى انا قلت له طب انا عايز اسمع منه، انا بحب دماغ شريف. وقلت له بجد انت فخور بيا؟ طب فخور بيا ليه؟ فقال لي لا دي محتاجه كلام طويل. فبعد ما خلصت كلمته وقعد بقى يقول الكلام دوت، ولما شفته اللي هو نزل الكلام ده اتبسطت قوي. كلام فعلا انا من جوايا وانا بقراه كنت مبسوط قوي، وحسيت ان بحب اقول لك يا رمضان انه مش بس شريف اكرامي اللي فخور بيك، كلنا فخورين بيك بعد البطوله دي. دي انا تقريبا وانا بجري هم كانوا داخلين عليا فضربت حد غصب عني او حاجه، فهم الاثنين راحوا وقعوا. لو وصلنا للطفل ده هتديله قميصك؟ ادوله القميص عندنا. انا بلعبها حاسس اللي هي هتضيع مع ان الجون فاضي، صعبه جدا والله مش سهله. قعد تعمل في الصوره دي طول الليل. رايح الكليه مطبع عشان دي هدايا بقى من البرنامج ليك. يلا انا جاي على تدبيس بقى كده، عمالين بقى ندي البتاع ماسكات وبتاع. معلش يا كابتن، حضرتك الحكم بيناديني وحضرتك لسه ما قلتش الخمسه اللي هم هيشوطوا. قال لي خمسه، ما انت مش مركز، ما انت لو مركز احنا لسه هنلعب. قلت له لسه هنلعب اكسترا تايم، ده انا مش قادر. شارك في اختيار الأفضل لعام 2019، ادخل على صفحة البرنامج أو موقع CBC. أفضل فيلم لبنى. لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم. طلعني بقى مجنونة بما إن رجلك راحت على المستشفى. مفيش قدامنا غير حل واحد، ما تبتديش حكمك بالدم. وايه حكايه الكنز؟ المرحله اللي جايه عايز الحوش يقدروا يواجهوا العدو باداء ما شافوش منا قبل كده. دلوقتي معانا ملك النشام. صاحب ليه عند صاحبه يا فرعون؟ مصلحه فيها 10 مليون اخ. جدك حالته صعبه جدا. بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟ عيب. برش الست ام كلثوم جاله بيع. يعني ايه؟ يلا بينا. عايز اقول لك ان انا بحبك. ايه؟ بحبك. تعرف ان انا يعني متعودة انك تبقى موجود في حياتي على طول. يا ابله ولا ايه؟ هما 100 متر ازيد اقل البحر هيبلعني. ها؟ العركه لو ابتدت هتزعل. بس هو حسن مدورها في الكلاس. يا خبر اسود، ابني حسن بيتاجر في المخدرات. تاجر في المخدرات ايه يا حاجة؟ الواد في جريد 1. انا عايز فوطه سخنه قبل الحلاقه. الهوا من ناحيتها وناحية اهل رضا حرام النار. يا ولاد رزق انت قاعد هتموت بكره يا انا. حضرتك انت عايز تجيب بفلوس مخدرات؟ انا لما بطلت اديل كان علشانك يا امنيه. اتفضل اركب معانا. هو فين يا فندم؟ النقطة.
أفضل كتاب. أفضل مسرحية. وادي الحكاية وسرها، آمن بحلمك في الحياة. لقد أقسمت، لن أهلس بقسمي. آسف إذن، لقد ضيعت الأب. سلام عليك يا بيرجندي. بوجي بصلي زي ما بكلمك. طريق صلاح سالم مثلا، ده فكرة مين؟ شارع خمس حارات بيسلم على نفق حارتين بيوقف الطريق لغاية كوبري اكتوبر، دي دماغ مين يا فندم؟ أفضل ممثل. أفضل ممثل دور استثنائي. أفضل ممثل كوميدي. أفضل ممثلة. أفضل ممثلة دور استثنائي. أفضل ممثلة كوميدية. أفضل لاعب كرة قدم. أفضل إنجاز رياضي جماعي. أفضل ألبوم غنائي. أفضل صورة. أفضل فيديو على الإنترنت. أفضل إصدار لفريق غنائي. أفضل أغنية منفردة. أنا ابن مصر، أنا ضد الجسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، قلبي نسر. قالت لي تشرب إيه؟ قلت لها أنا أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. أشرب إيه؟ أشرب شاي. ونزلت سريع من البيت عالشغل عشان ألحق أتوبيس، وطلعت ركبته في عز الحر. الليلة سهرانين للصبح مكملين، هنغني عين يا ليل مع حبايبنا. طنش فرفش وعيش، قول بس خلاص مفيش من الليلة، مش مسموح حاجة تتعبنا. سقفة سقفة نستاهل بوسة قهوة سقفة، مين قال التالتة تبقى تالتة، لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة يعمل لي البحر طحينة ويجيبه لي في ثواني، بس أنا هقطي عليه والكذبة مقرصاني. يد احنا اللي حاطين الشعرة في العجين، بتغني عالمي يد احنا بتوع الأغاني. كله بالجيني بيتفرد ويتني وبيتهد ويتني، بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة. بتعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها. مافيا 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 مافيا، أنا مافيا. بلكت أبو العيوب يا مهر وحبله سايب، يا ملطشة القلوب يا جل يا بتفكر يا بتحس، لا ما فيك توقف بالنص و
فكر واختار وكليك. تصعيد رمضان صبحي للعب في الفريق الأول للنادي الأهلي وكان وقتها 17 سنة، والجماهير تراه لعيب كبير وتضع عليه آمالا كبيرة. خطأ خطير جدا رمضان صبحي، ولا تلعيب رمضان صبحي، رمضان صبحي يا رمضان يا رمضان. يمتاز رمضان صبحي كلاعب بعدد من الميزات، أولها القوة البدنية. قوة رمضان البدنية التي يشبهها البعض بالمجاردين الرومان دفعت الجماهير أن تطلق عليه لقب العفيجي. القوة البدنية تصحبها مهارة في المستطيل الأخضر، تجعل الجبهة التي يلعب فيها كابوس لأي مدافع يلعب أمامه، لذلك أطلق عليه المعلقون أبو التفانين حدوتة. رمضان صبحي أبو التفانين حدوتة، بص شوف رمضان بيعمل إيه. أي مهاجم يفضل اللعب بجوار رمضان لأنه مميز في صناعة اللعب ووضع لمسة ما قبل الهدف. يا ولد يا لعيب رمضان صبحي، ويحطها رمضان صبحي، وادي رمضان وحطها بوش رجله، قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. بيدخل لقلب الملعب رمضان، هيعمل ايه؟ يمرر كرة حلوة وممكن جو جول. قوة ومهارة رمضان كانت أهم الأسباب لاحترافه في الدوري الإنجليزي رغم عدم اكتمال التجربة. Now Ramadan Sobhi. Ramadan Sobhi looks to be captain fantastic. في الفترة الأخيرة طور رمضان من قدراته بشكل كبير، وتحديدا في تسجيل الأهداف في مرمى الخصوم. رمضان خطير شرير، رمضان صبحي الولد الشقي، رمضان صبحي ملوش حل، جانا العيد يا رمضان يا كبير. أضف إلى ذلك أداؤه القتالي والرجولي حتى آخر نفس، وهو ما أثار الانتباه والإعجاب من الجماهير والنقاد الرياضيين. بالإضافة لميزاته داخل الملعب، رمضان يمتاز بروح الدعابة والمرح مع زملائه، وعلى استعداد في كل وقت لابتكار لقطات ضاحكة ومتحررة من قيود الرسميات. يعني صعدتوا لليابان أمام العالم وبوظتوا المؤتمر أمام العالم ما شاء الله. بس كانت حلوة قوي برضو. كانت حاجات دي برضو الحاجات اللي أنا بقولها لك، اللي هي المفروض ما نكونش برضو اللي احنا لو عملنا كده بعد الماتش فده بيأثر على نتيجة، لا احنا لازم نمشي اللي هو احنا بنتبسط وبنعمل كل حاجة وعملنا حاجة حلوة كنا نفسنا نعملها أوي. فده كان الأهم يعني. ده ايه؟ ده ناس ما اعرفهمش. طيب انا هقول لك ايه، الصوره دي بالظبط كده، عارفين كابتن ماجد؟ هو كابتن ماجد بيجري، وفاكرين لما اللعيبه كانت بتقع من حواليه؟ هو بالظبط كده، مديهم فلوس فبيقع. هو كابتن ماجد، بص يعني على اليمين وعلى الشمال الناس واقعه، واقعين ليه يا رمضان؟ انا مش عارف الكره دي، انا تقريبا وانا بجري هم كانوا داخلين عليا فضربت حد غصب عني او حاجه، فهم الاثنين راحوا وقعوا. بس هي ما بقاش فاول، هي ما كانتش فاول. يعني انت ضربت واحد بس الثاني وقع، الاثنين وقعوا. حتى بص في واحد وقع وبيبص، هو ما بوش حاجه اصلا، بيبص على الكوره يعني.
كمان كان في دموع وانت بكيت في المباراة والكاميرات طبعا صورتك. ده بعد ما جبت الجون اللي خدنا بيه البطولة في ماتش كوتيفوار. انت كنت متوتر بالدرجة انه ان انت لما جبت الجون انفجرت في البكاء ولا ايه اللي جه في دماغك؟ والله بجد هو مش كلام فعلا، هو جه في دماغي الجمهور اللي كان حاضر والشعب المصري اللي كان عايز يفرح، يعني اللي انا ربنا خلاني سبب اللي انا افرح الناس دي وتمشي فرحانه، فده كان اهم حاجه عندي. فانا ولا من كتر الضغط النفسي اللي عليك، من كتر الضغط النفسي اللي عليك هي ممكن الناس كانت حتى بتشوفنا الحاجات اللي احنا كنا بنعملها، بس الواحد كان عليه ضغوطات من ساعه ما سافر انجلترا ورجع، ممكن يبقى الواحد ما كانش حاسس بيها، بس ربنا اللي هو عوضه بحاجه زي كده. فلا كان في ضغوطات كبيره جدا، بس الحمد لله يعني الواحد قدر يتعدى. من ساعه هدف التعادل لحد هدف الانتصار كان قد ايه الوقت ده تقيل عليك يا كابتن رمضان؟ لا كان الموضوع صعب جدا، وبعدين انا كان في حاجه مش عارفها للاسف، اللي احنا كنا ما كنتش، كان في ماتش قبلينا اتعادلوا فلعبوا ضربات جزاء على طول، انا كنت بحسب ان احنا لما اتعادلنا هنلعب ضربات جزاء على طول، ما كنتش اعرف اصلا اللي فيه اكسترا تايم، فدي كانت مشكله بالنسبه لي، فاهم يعني؟ انا خلاص انا جبت اخري في 90 دقيقه فمش قادر اجري تاني، فانا اول ما جه فينا التعادل والحكم ادى 3 دقايق وقت بدل ضايع، فقلت خلاص 3 دقايق يعدوا على خير ونلعب بقى ضربات جزاء واللي ربنا عايزه هيكون. فاحنا قاعدين فانا بحسب هنلعب ضربات جزاء، فلقيت كابتن شاوي واقف والحكم بيناديني عشان نعمل القرعه، عايزين، فانا بحسبه عايز نعمل القرعه هنشوط احنا الاول ولا على انهي جون، فبقول لي كابتن شاوي يا كابتن حضرتك الحكم بيناديني وحضرتك لسه ما قلتش الخمسه اللي هم هيشوطوا. قال لي خمسه دي، ما انت مش مركز، ما انت لو مركز احنا لسه هنلعب. قلت له لسه هنلعب اكسترا تايم، ده انا مش قادر. ده ابوخ اكسترا تايم في حياتك، انت مش مجهز نفسك خالص. انا مش قادر خالص، فقلت له لسه نلعب اكسترا تايم تاني يا كابتن، ده انا مش قادر. قال لي طب روح بس. فروحنا بقى، بس جالك بقى طاقه وجالك حماس، اللي احنا كنت حاسس ان احنا ممكن نكسب في النص ساعه دي، يعني اول ما الربع ساعه الاولانيه عدت، لا الربع ساعه الثانيه كانت حاسس ان هي كانت اسهل بكتير قوي. انا بلعبها حاسس اللي هي هتضيع مع ان الجون فاضي، صعبه جدا والله مش سهله. لا هي مش سهله، وكانت مثيره لاعجاب كل الناس انه إيه ده اللي قلنا عليه، انه إيه ان انتوا ما كنتوش مستسهلين المهمه ولا شايفين انه الخساره شيء عادي او اختيار او اوبشن، لا انتوا كنتوا شايفين لازم هنكسب بالظبط. فالحمد لله جت في وقت حلو الواحد ربنا كرمه بيها، فبشكر. لا كان كابتن شاوي هقول لك، انا كنت بجري الناحيه العكسي. قال لك انا جريت العكس، جري العكس لقى في وشه كنت راح رجع تاني. اداء عظيم، اداء مشرف. كابتن شوقي غريب لما كان معانا قال احنا مش هنسافر طوكيو عشان يبقى حلمنا هو الاداء المشرف، انتهت الجمله دي بالنسبه لي او العباره دي. بتفكر في ايه؟ نفس التفكير بالظبط، ومش تفكير كابتن شوقي بس، وتفكيري تفكير اللعيبه. حتى واحنا قاعدين مع بعض قلنا يعني انت اكيد تفكيرنا اللي احنا نروح ناخد ميداليه، والموضوع مش صعب والله، طالما انت بتعملي اللي عليكي فالموضوع ما بيبقاش صعب. وبعدين انت عندك يعني هم بيبقوا اربع مجموعات، تصعدي من المجموعه تلعبي ماتش، لو كسبتيه صعدتي سيمي فاينل على طول، فتحسي ان الموضوع احنا بنقوله دلوقتي سهل علينا، بس في الملعب طبعا بيبقى صعب، محتاج شغل كتير، محتاج اللي احنا عايزين نروح، مش احنا خلاص اتبسطنا اللي احنا رحنا طوكيو، خلاص مبسوطين اللي احنا حققنا انجاز اللي احنا رحنا الاولمبياد، بس عايزين في نفس الوقت نبقى نعمل حاجه بقى لنفسنا ولبلدنا، اللي احنا ناخد ميداليه ونعمل حاجه، فهو ده كل تركيزنا. بالذات انتم مؤهلين رياضيا وتدريبيا واخلاقيا ونفسيا مؤهلين، احنا مش حاسين ان انتم يعني طلعتوا كده على الحركرك زي ما بيقولوا، لا انتوا كنتوا تستحقوا الفوز بالبطوله، تستحقوا الصعود بشكل واضح جدا. بالظبط، وبعدين انت اول فرقه تقريبا في البطوله من ساعه ما اتعملت اللي انت تكسبي الخمس ماتشات، اللي انت ما تعادلتيش حتى في المجموعات ماتش ولا خسرتي ماتش، اللي انت تاخدي خمس ماتشات تكسبيهم، فدي حاجه كويسه، حاجه تدل ان انت كنا كل ماتش بنلعب على مكسب، حتى لما صعدنا وماتش الكاميرون بنلعب فبنلعب برده على مكسب،
فدي بتبقى حاجه ايجابيه اللي احنا نازلين مش شايفين اللي احنا نكسب، بس اكيد هيبقى ليها تاثير ايجابي لما نروح طوكيو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نيجي للمؤتمر الصحفي اللي قال فيه كابتن رمضان صبحي لما سئل عن محمد صلاح واللاعبين المحترفين اللي ممكن ينضموا للمنتخب الاولمبي، وقال انه الملعب فيه 23 راجل في الملعب. في ناس اولت التصريح ده وفسرته على انه وكانه كابتن رمضان صبحي بيقول لا بلاش كابتن صلاح ينضم للمنتخب الاولمبي. لا ما فيش اي حاجه من الكلام ده خالص، هي الناس بس لو تركز شويه وكل واحد يدي كل حاجه حقها بالظبط ما كانش الموضوع ده اتقال خالص. ازاي اللي احنا لسه البطوله في شهر 7، ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس دي عامله انجاز وصعدت، فانت جاي في نفس اليوم بتقول مين الثلاثه اللي هيجوا معانا بدل ما تقول اللعيبه دي ادت وعملت اللي عليها، بتتكلم في ايه يعني؟ انت اللي طلع الموضوع ده او اللي سرب الموضوع دوت هو عايز يعمل لغط. طبعا محمد صلاح لعيب كبير جدا وشرف لاي حد اللي هو يبقى معانا في التيم او اي حاجه، بس انا قلت في الاخر هي مش يعني انت يعني تصريح كابتن رمضان صبحي ساعتها كان هو تصريح الكابتانو او قائد الفريق اللي شايف انه معنويات زمايله هي الاحق بان احنا نتكلم فيها دلوقتي وندعمها مش نتكلم على ده. اللي انا قلته لحضرتك اللي انا لازم ادافع عن لعيبتي، لازم ادافع عنهم عشان معلش الناس دي مش لسه عامله انجاز وانت تقول لي اصل مين، فاللعيبه تفضل تفكر اه اصل ده لو جه مكاني فانا همشي. لا يعني لا، وبعدين لسه مسافه طويله جدا، ده لسه 8 شهور، ممكن لا قدر الله حد يتصاب، ممكن لا قدر الله حد ما يبقاش بيلعب، ممكن حد يطلع يبقى كويس فكابتن شاوي يجيبه. فانا في الاول وفي الاخر قلت محمد صلاح قيمه كبيره جدا، شرف لاي حد اللي هو يبقى معانا في المنتخب، بس في الاول وفي الاخر دي مش وجهه نظر لعيبه، دي وجهه نظر كابتن شاوي غريب، هو اللي هيقرر مين الثلاثه اللي يجوا. بس قبل ما تعملوا كده اللعيبه دي رجاله تستحق التحيه، تستحق اللي احنا نشيد بيها وبعد كده يحصل على حاجه. فاهمه كويس جدا منطق القياده والخوف على الفريق بتاعك. بعدين كنا الماتش اللي بعديها هنلعب الفاينل، طب ليه انتوا بتدخلونا في حته نجيب مين وما نجيبش مين واحنا عندنا ماتش فاينل؟ احنا صعدنا للاولمبياد بس عايزين ناخد البطوله على ارضنا، فما تشتتوش حد. ما ممكن يكون اللي بيلعب ده بيفكر اه اصل مثلا كذا هيجي مكاني، اصل كذا هيجي مكاني، فاكيد هياخد مننا شويه. فليه انت بتحافظ على المورال معنويات الفريق بتاعك بالظبط، مش وقته الكلام ده بالظبط، مش وقته خالص. تفتكر كابتن محمد صلاح وصلت له الفيرجن او التفسير الصح لتصريحك أكيد، ولا تفسير الغلط؟ اكيد اكيد محمد صلاح دماغ يعني عارف هو بيعمل ايه، ودماغ كبيره وعارف الموضوع رايح فين، وعارف ان احنا هنبقى مبسوطين لو هو يعني يعني احنا بنبقى مبسوطين وهو بيلعب بره وبنبقى فخورين بيه اكيد. فهو اكيد عارف الدماغ وصلت لفين، عارف انا بقول كده ليه، عارف ان هي في الموضوع في الاخر مش بتاع رمضان خالص او بتاع لعيبه، الموضوع زي ما انا قلت لما انا قلت وانا في المؤتمر كابتن شاوي هو المدير الفني، هو في الاخر اللي هيحدد مين، دي حاجه مش بتاعتنا خالص، وفي الاخر دي وجهه نظره وبنحترمها بس. الموضوع المفروض يقفل كابتن محمد صلاح شخصيا من اكثر الناس اللي اتاذوا من اجتزاء مواقف او كلام منه، فهو قد ايه يقدر يفهم انه السياق كان طرحه مش بالظبط. طبعا عشان كابتن محمد صلاح يعني قيمه كبيره، فكل الناس ممكن تكون بتحط اسمه في حاجه، فاكيد في حاجات غلط كتير ممكن تتقال وممكن يبقى في حاجات صح، فهو اكيد فاهم الدماغ بتبقى رايحه فين او الكلام بيبقى واصل لفين، فاكيد هو فاهم ده كويس يعني. بعد الفاصل هنرجع للكابيتانو الجديد كابتن رمضان صبحي، وهنساله عن حاجات كتيره حصلت في السنتين اللي فاتوا كلاعب وكانسان. بعد الفاصل هو شريف قال لي اختي جايه تعمل معاك انترفيو وحاجات كده، قلت له طيب خلاص ماشي بس. فانا رحت بقى هي بتعمل انترفيو وانا في حته تانية خالص. مين اكتر لاعب في مصر شايف انه ما كانش ينفع يحترف بره؟ وكان الماتش فاضل له 3 دقايق وخلص، وانت خلاص هترفع الكاس، فجاه لقيت جه جون فيك في الدقيقه 89 ما كنتش متوقعه، فكان احساس رهيب. حسيت ان انت فجاه الناس دي هتروح زعلانه بعد انت ما كنت الدنيا ماشيه كويسه وهتكسب، فكان احساس صعب. كابتن اكرامي لما كان بيمثل في الافلام شايفه بيمثل حلو ولا مش حلو؟ لو انت تمرينك 100% هتبقى في الماتش 100%، لو انت تمرينك مش 100% في الماتش اكيد هيأثر عليك. كابتن رمضان صبحي بعد الانتصار المفرح في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ومعزه على معزه واعجاب على اعجاب بالكابتن باللاعب المصري كابتن رمضان صبحي. كابتن رمضان حاجات كتيره جدا حصلت
في السنتين ونص اللي فاتوا او في الثلاث سنين اللي فاتوا. كابتن رمضان صبحي كان معانا تقريبا من ثلاث سنين. بعد الحلقه مباشره تقريبا مضيت لستوك سيتي، سافرت انجلترا، ابتديت حياه جديده، حبيت وخطبت واتجوزت، وربنا رزقك بزين مؤخرا ثلاث شهور بيبي الاول كابتن رمضان صبحي. لا احكي لي عن اللقطه دي، اللقطه العاطفيه الاجتماعيه الكبيره جدا في حياتك. اني واحده بالظبط؟ كلهم يعني، من اول ما قلت انا البنت دي عجباني. يا ده ايه يا دي ده انت تعتبر عريس يا كابتن، ده بقالكش سنتين ونص متجوز. لا سنتين، ثلاث سنين دلوقتي. طيب بس ده مش كتير صح؟ مش كتير خالص. ما فاكره كتير ليه؟ لا انا مش دعوه، دي مسائل بينك انت وحبيبه، انا مش دعوه. لا قول لي ده انت بعد 25 سنه ان شاء الله من الجواز برضه الناس هتسالك هو انتوا حبيتوا بعض ازاي؟ عادي. اه لا طبعا كان في، اول ما شفتها حسيت ان في حاجه، ان هي دي البنت اللي بيجي لك حاجه بقى، بيجي لك مشاعر كده، ان هي البنت اللي انت هتبقي عايز تبقي. شفتها في النادي الاول؟ اه مرتبطه بيها. وبعد كده انا لما عرفتها هي كمان حست بنفس الاحساس، فالحمد لله عارفه هي جت تعمل بروجكت. اه بعد انت ما كنت شفتها واعجبت بيها، ولا انت عجبت بيها ساعه البروجكت؟ كانت صدفه برضو يعني. هي جايه تاخد اسئله، جايه تاخد اسئله. اه واحده مركزه في الاسئله والاجوبه. اه وانت مش مركز في الاسئله والاجوبه. انا مش مركز خالص، ما قلتش راجل صح. ركز معاها. اه بس فمن هنا بقى جه اللي انا حسيت بحاجه على طول، فدخلت يعني اتكلمت على طول مع اهلها يعني. ما انت كنت عارف انها اخت كابتن شريف؟ اه يعني هو شريف قال لي اختي جايه تعمل معاك انترفيو وحاجات كده. قلت له طيب خلاص ماشي. بس فانا رحت بقى هي بتعمل انترفيو وانا في حته تانية خالص. ولا قول لي كان عبء عليك ان انت تقول لشريف اكرامي ولا لا؟ حسيت ان الموضوع صعب؟ اه كان، لا كان الموضوع صعب في الاول، كان الموضوع صعب اللي انا هعمل ايه، هدخل ازاي، هقول ايه. فقعدنا نفكر شويه كده، كان معايا سعد لحد ما دخلنا. يعني سعد سمير هو اللي فكر معاك الدخله تبقى ازاي؟ اه ما احنا عمالين نقول نروح لمين الاول، كابتن اكرامي ولا شريف؟ فالموضوع كان واخد مننا شويه وقت كده، لحد بقى ما الموضوع على طول مشي وكان الحياه كانت سهله. تقمص لي شخصيه سعد سمير كده، وعايز اعرف اقتراحاته وارائه في الموضوع كان ايه. لا اللي هو نكلم مين الاول، كابتن اكرامي ولا شريف؟ طب شريف ممكن يعمل ايه؟ طب كابتن اكرامي كان معايا ماسكنا في الناشئين، ف ممكن لو كلمنا كابتن اكرامي يبقى احسن عشان هو الكبير. فخدنا القرار وكلمنا كابتن اكرامي على طول، فكابتن اكرامي كلم شريف، وبعد كده اتقابلنا على طول يعني. عملنا مقابله مع شريف. احنا قلنا معانا في النادي، فقلنا ايه عارفه مش خوفنا احنا. سعد قال لي انا شايف نكلم كابتن اكرامي عشان كابتن اكرامي الكبير، فيبقى واعي سعد سمير. آه ناصح. اه فقلت له طيب ماشي. كلمته الهادي العاقل الوقور، وهو بقى يبلغ صاحبك. طبعا سعد هو اللي كان متولي القصه دي لحد ما خدت اول مقابله، وبعد كده قلت له طب يا سعد انت بقى استنى شويه بقى. خلي الباقي عليا. الخطوبه وكتب الكتاب والجواز ما اخدتش وقت كتير، وكمان غيرتوا المكان والبلد مره واحده. وابتديت بقى ايه زوج ورب اسره وتعول. احكي لي اللقطه دي كانت قد ايه غريبه عليك. طبعا غريبه، وهي كمان نقلت الجامعه بتاعتها بقت هناك، ورحنا انا وهي برده في سن، انا قعدت سنه لوحدي هناك في انجلترا، وبعد كده السنه الثانيه لما اتجوزت وهي معايا هناك برده، احنا الاثنين في سن صغير وشايلين مسؤوليه واحنا هناك. بس الحمد لله هي حبيبه جميله يعني. عشنا هناك السنتين كويسين قوي، وكان في تفاهم كبير الحمد لله، والحمد لله يعني الدنيا كويسه دلوقتي. ايوه يعني انت السنه اللي انت قعدتها لوحدك هناك كنت خاطب ساعتها؟ كنت خاطب، بس كنت يعني معتمد على نفسك، انت اللي تطبخ لنفسك وكده ولا لا؟ النادي كان بيعمل كل حاجه. لا ما كنتش بطبخ، ما طبختش الا مره واحده بوسط الدنيا، ما طبختش ولا مره تاني. ده قبل ما تتجوز؟ قبل ما اتجوز وانا قاعد. وبعد ما اتجوزت بقى طبخت كم مره؟ ولا مره برضه. لا ما بعرفش والله، حتى السكينه لما بمسكها بتعور، فخلاص الموضوع انت غصب عني. اه ما بعرفش،
حتى حبيبه بتفضل تقول لامي كده انت عشان كنت مدلع رمضان قوي فبتخليه دلوقتي يعمل حاجات برضو اللي هو مدلع. فما بتقول لها ما تسيبيه يدلع ما يدلعش ليه. يا حبيبه مهمتك صعبه صعبه جدا. ايه اكتر حاجه تعبتكم في انجلترا بجد مش بهزار؟ يعني ايه اكتر تحدي او حاجه كانت بالنسبه لكم صعبه وكان لازم تتخطوا؟ اللي احنا لما بنبقى صغيرين في السن ده وعايزين نتبسط ونعيش حياتنا وهي شايفه اللي انا رحت في السن دوت عشان مستقبلي وهي لازم تبقى معايا فاللي انا مركز في الكوره وهي في الجامعه وبرده يعتبر بنسبه كبيره مش عايشين حياتنا واحنا في السن ده فدي برده بتبقى حاجه صعبه مش سهله اللي انت بيجي عليكي فتره بتبقي لازم تفصلي بقى فبيبقى موضوع صعب يعني. انتوا تحت ضغط كبير بالظبط دراسه وتمرين ونتائج وبيت واسره بالظبط وكانت فتره صعبه وانا هناك برده لما في اوقات ما كنتش بلعب واوقات لما اتصبت شهرين فبيبقى هي عليها ضغوطات كتير وانا ببقى ساعتها برده متضايق اللي انا ما بلعبش فكان بيبقى موقف صعب بقى اللي انت خلاص عايزه تعيشي حياتك وترجعي وتتبسطي فبيبقى الموضوع بيبقى صعب. دايما بيقولوا كل نجاح له ضريبه بشكل ما بالظبط فانت ما شاء الله ناجح جدا ففي ضريبه لازم تدفع اكيد بس ربنا رزقك بواحده متفهمه بالظبط المساله دي. اللي اقول لي انت تعبت في الاول في الانجليزي في انجلترا صح؟ سمعت كده جابوا لك مدرس تعبك قوي. جابوا لي مدرس الاول تعبتني وما كنتش فاهم منها حاجه كانت بتفضل لما نتكلم بالانجليش مع بعض فتفضل تكلمني بالانجليش بس فانا يعني اقول لها طيب يعني هي جايبين لي واحده انجليزيه ففي حاجات لما كانت بتقولي بالانجليش بقى فانا عايز افهمها بالعربي ما انا ما ايه فتتكلم بالانجليش بس فتبقى قاعده تتكلم انجليش في الاخر تقول لي فاهم اقول لها فاهم عشان بس تخلص البتاع وتمشي وهي تمشي من هنا ما فهمتش منها حاجه ما فهمتش منها بس لحد بقى ما جابوا لي مدرس سوري بقى اللي هو بيفهمك بالعربي وبالانجليش فده كان الموضوع اسهل بكتير كان احسن يعني اثر لك المسافه يعني اثر المسافه شويه. احكي لي عن علاقتك بزين لسه مدرك اصل بيقولوا الابهات بياخدوا وقت اكتر من الامهات بالظبط في الاول كنت حاسس اللي هو عادي يعني ما كنتش حاسس بحاجه بس بعد كده لا بقى في احساس حلو قوي فلا احساس مختلف يعني احساس مختلف لما تحسي لما اول ما جه كمان فكان احساس مختلف كان احساس حلو قوي حاجه مش متخيل ان انا كنت ممكن في السن ده اعمل يعني اجيب بيبي وبعد كده فلا الحمد لله يعني ربنا كرمني بزين وحبيبه فكانت حلوه. مين اللي اختار الاسم؟ انا قلت الحبيبه وحبيبه قالت لي حلو وقعدنا ندور على كذا حاجه بس في الاخر استقرنا على زين. انت بقى من الناس اللي عايز تعمل اسره قبيله يعني تخلف خمس ست سبع عيال؟ لا خمس ست سنت كده خلينا على الشمس. ليه ما بيكهم مخلف ياما؟ ماشي بيكهم بقى. ايوه والله بيكهم اسمها ايه مراته فيكتوريا بيكهم صح؟ فيكتوريا هي رمضان وحبيبه هم اثنين او ثلاثه وحلوه قوي. والله رمضان وحبيبه ابدع. في حد عنده سؤال لكابتن رمضان؟ سؤال بجد يعني انا عارفه ان كل الموجودين هنا بيحبوه جدا ففكره بنحبك يا كابتن ده مفترضها انها موجوده. حضرتك عندك سؤال؟ محمد احمد. اهلا يا استاذ محمد. لما كنت حضرتك بتلعب في انجلترا كان يعني ايه الفرق بين اللعب هناك والفرق بين الدوري المصري يعني فاهم قصدي؟ ده سؤال عظيم ده سؤال عظيم احييك عليه. لا طبعا في اختلاف كبير يعني اختلاف اللي هم النظام عندهم عامل ازاي الملاعب اللي هم بيحطوا الجدول من اول يوم لاخر السنه ما بيتغيرش احنا هنا ممكن يتغير فده بيأثر عليكي شويه ده احنا كل ماتش يبقى عليه مشكله بالظبط لما بيبقى فيه التزام وفي انضباط في الجدول وانت عارفه هتلعبي امتى كمان 3 4 شهور الماتش بتاعك هيبقى يوم ايه بالظبط والساعه كذا فاظن دي بتريح فبيبقى احسن ففي اختلاف في حاجات كتير يعني اتمنى ان احنا نوصل لحاجه كويسه واحنا عندنا المؤهلات دي كلها يعني الملاعب لما خدنا بطوله افريقيا واتعملت بقت ملاعب على اعلى مستوى زي بتاعه اوروبا فعندنا كل المؤهلات اللي احنا ممكن نبقى نعمل حاجه كويسه فليه ما نبقاش كده طب خليني اضيف في السؤال استاذ محمد رمضان صبحي شخصيا انت اتعلمت ايه هناك في انجلترا؟ ممكن اتعلمت النظام اتعلمت اللي انت لازم تبقى ملتزمه في حياتك عامه حتى بره الكوره وجوه الكوره اللي انت حته التمرين ديت لازم تنزلي التمرين انت بتدي بالظبط كأن التمرين زي الماتش بتدي 100% مش اللي انت نازله هنا التمرين
في تخاذل شويه ومستنيه في الماتش تيجي. لا لو انت تمرينك 100% هتبقى في الماتش 100%، لو انت تمرينك مش 100% في الماتش اكيد هياثر عليك. فلا في حاجات كتير قوي بتفرق يعني. عظيم. انا اسمي محمود مجدي. اهلا يا استاذ محمود. عايز اسالك سؤال، بس سؤالين معلش. اول سؤال، مين اقرب لاعب فيك ليك في لعبه الزمالك؟ والتاني سؤال، هل انت اتاقلمت مع فايلر بسرعه ولا لا؟ افهم كده حضرتك زملكاوي؟ لا اهلاوي ومصري. لا طب ولو كنت زملكاوي كمان كنت هيبقى هكون مبسوطه. انا هقلب اهلاوي عشان اصلا حبيبي. يعني برضو عايز اعرف بره الملعب عاملين ازاي مع بعض. لا لا هو يعني يا رب واحد على طول بنتكلم وببارك له وبيبارك لما يبقى في حاجه شيكابالا على طول بنتكلم انا وهو. حتى هو لسه لسه مكلمني بعد لما كسبنا البطوله. فشيكابالا لعيب كبير ومن الناس القريبه كمان لقلبي وشخصيه محترمه جدا. مش كده بس يعني في كذا واحد، مصطفى محمد، فلا في كذا واحد يعني. ده السؤال الاول. يا سيدي بيحب اللعيبه الزملكاويه اهو. ما تزعلش. السؤال الثاني كان ايه؟ السؤال الثاني كان ايه؟ هل انت اتاقلمت مع فايلر بسرعه ولا لا؟ لا مستر فايلر طبعا مدرب كبير. مستر فايلر بقى جه طبق اللي انا كنت بقوله لحضرتك ده في انجلترا، اللي هو عايز ناس التمرين تدي ال 100% بتاعتك، تعملي كل ده هتبقي هتظهري بشكل كويس معاه، وهو بيحب كده جدا. فالحمد لله يعني انا مستر فايلر على طول بيدينا كده خطوط عريضه نمشي عليها، وزي ما قلت لك الراجل بيحب التمرين جدا، بيحب شغله جدا. فلقيت الدنيا كويسه معاه وتاقلمت معاه على طول. الناس ربطت ما بين تالق رمضان صبحي بعد عودته للاهلي وما بين وجود المدرب فايلر، حسوا انه ان المدرب ده ادى المساحه الحقيقيه لرمضان صبحي. اكيد طبعا، اكيد اداكي مساحه اللي انت تقدري تشتغلي فيها، بيديكي حاجات برضو يعني. القرار بيبقى في الاخر بتاعنا في الملعب، بس هو بيديكي اوبشنات كتير اللي انت تستخدميها، فبتسهل عليكي حاجات كتير. فلا طبعا فرق اكيد معايا. حد من الصغيرين عايز يسال كابتن رمضان، انت عندك سؤال؟ طيب اتفضل. كان ايه احساسك لما كوديفوار جابت جون التعادل؟ لا كان هو كان الماتش فاضل له 3 دقايق ويخلص، وانت خلاص هترفع الكاس، فجاه لقيت جه جون فيك في الدقيقه 89، ما كنتش متوقعه. فكان احساس رهيب. حسيت ان انت فجاه الناس دي هتروح زعلانه بعد انت ما كنت الدنيا ماشيه كويسه وهتكسب. فكان احساس صعب، بس الحمد لله في الاخر. قلت ايه للزمالك اللعيبه بعد الجون ده؟ اول ما جه الجون كان فاضل 3 4 دقايق، قلت لهم خلاص احنا نمسك نفسنا دلوقتي. حسيت ان احنا ممكن نبقى حتى احنا بعديها يعني والماتش شغال كده فاضل 3 4 دقايق، حسيت ان احنا رجعنا قوي لورا. فقلت لا هيجيبوا فينا التاني في هتبقى الموضوع صعب قوي. فقلت لهم خلاص احنا نمسك نفسنا دلوقتي، نطلع بس واحد واحد وبعد كده نبقى نشوف ايه اللي هيحصل يعني. نطلع بس واحد واحد خلاص، مش عايزين نجيب جون بس ما يجيش فينا جون، خلاص نمسك نفسنا. عشان حسيت ان احنا ممكن نكون رجعنا ورا شويه. عارفه لما الجون بيجي فيكي في الاخر فهم معنوياتهم بتزيد وانت بتقل عندك. صح. فقلت لهم لا نمسك بقى نفسنا شويه وعشان نطلع كده، وبعد كده نشوف بقى الاكسترا تايم. ولا انا كنت زي ما قلت لك كنت بحسب الاضرابات جزاء على طول، فايه اللي يحصل بقى ده ربنا ستر. حضرتك قلتي هتسالي سؤال. معايا محمد ورهف، الاثنين اهلاويه. معاذ انا وهو زملكاويه. اهلا يا استاذ معاذ. بس بنعشق كابتن رمضان. ربنا يخليك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. مش معنى ان انا زملكاويه او اهلاويه ده احنا لما بننتمي لكيان. انت عندك روح رياضيه. بالظبط. انا عايزه اقول لك على حاجه. احنا الحمد لله انا واولادي ما فيش مباراه سيبناها. طبعا. ماشي. المباراه النهائيه انا كنت قاعده في المدرجات مع اولادي. بدل ما احضن ابني تقريبا مسكت واحد تاني. كده يا رمضان. الفرحة بجد خلتنا حاجة جميلة قوي قوي قوي، وخلت فينا روح جميلة قوي قوي ما حسيناهاش من فترة. انا شفت صورة الكابتن رمضان تعبان فيها طول الليل من ساعة ما عرفت ان انا جاي. احنا على فكرة احنا كتبنا البوست بتاع الحلقة دي امبارح يمكن يعني. وانا لسه عارف النهاردة. قعدت تعمل تعمل في الصورة دي طول الليل. رايح الكلية مطبع عشان حضرتك قسمك ايه؟ اسلام سيد هندسة عين شمس ولا ميكانيكا كمان. طب هو انا استاذن حضرتك ممكن بما انك بقالك الليله كلها بترسم كابتن رمضان انك تنزل تديها له وتتصور معاه. طب والله العظيم تحت عينيه احمر. بس لا لا
شكرا. دي ميزة ان الجمهور حقيقي، ناس حقيقيين. مش مفيش فلوس بقى، مفيش فلوس هتجيب ده بقى. على فكرة اسلام كابتن رمضان لنا ممكن ادفع فلوس في اللوحة. ممكن طلب؟ ايه؟ ممكن طلب؟ قول ماشي. اخد ال ايه؟ انت عايز، يا سلام، دي هدية بقى من البرنامج ليك. يلا. يلا. قناع على كاسا دي بابيل، قناع سلفادور دالي. مصر. راحة وصاحة طلب ال انت قايدت اخدت معايدة. اسلام ناصح والله. قال لك مش همشي بايديها فاضية. بص يا كابتن، بص يا اسلام، كابتن رمضان عنده ايه؟ اسلام جه قال مش همشي بايديها فاضية، لازم اخد. طبعا ناصح ناصح. طب هناخد ده واخر سؤال. انا اسمي زياد في شرع وقانون. اهلا وسهلا يا استاذ زياد. كنت عايز اسال حضرتك سؤال وطلب. لو رجع بيك الزمن هتمشي من الاهلي وتروح السوق ولا تفضل في الاهلي؟ همشي من الاهلي اروح السوق. طب ممكن انا برضه هصحح بصراحتي، معلش معلش، خليني بس اعلق على حاجه. انا مبسوطه من صراحتك وصدقك. لا لازم الناس تبقى متقبله، انت في السن ده بيجي لك احسن دوري في العالم، فطبيعي صعب قوي الرفض. يعني ممكن اقول كلام اللي الناس حابه تسمعه، بس انا مش كده يعني. على مشاعر الناس. نفسي بقى اجيب لنا افريقيا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبه او ماما ما كنتش بصراحه اوعدهم بحاجه، بس يعني عامل حسابي ان انا هجيب لهم هديه، بس كنت عامل حاجه تانية يعني. لو لم اكن اهلاويا لكنت مصرية. قول لي ان انت اتدربت على اللقطة دي او دي كانت اول مرة؟ لا كانت يعني عملناها يجي 4-5 مرات بس قبليها على طول. رمضان انت اللي كنت بتقولهم الاجابات؟ كنت بجيب الاجابات وبدل. انا بس افتكرت قبل ما نلعب مع لعبه تروث اور دير ان في فيديوهات كان لازم يعلق عليها، لانه في فيديوهات يعني فريده من نوعها، زي الفيديو الاولاني ده. انت شفتي الفيلم بتاع البالي بالك اللي هو يا لمبي ما تسيبنيش يا لمبي؟ هو هو ده يا لمبي ما تسيبنيش يا لمبي. لا احكي لي عن المنظر السينمائي ده، فعلا هو الليمبي. مفيش، انا دي امتحانات ثانويه عامه. بس فانت عارف الثانويه العامه بيوديكي يعني بتبقي انت في مدرسه، فبيوديكي تمتحني في مدرسه ثانيه. بس فروحت بقى امتحنت في حته، فكانت الناس كلها بتبقى بعد ما بتخلص او توك توك اي حاجه فيهم. تطلع من اللجنه وتجري على طول. لجنتك كانت في كرداسه صح؟ بس الحقيقه الناس كانت كلها حباك. لا لا كان الموضوع حلو وكلها صح. كانت يعني انا مش عايزه اقول كلمه وحشه، بس كانت متعاونه معاك. يعني مين المتعاونين؟ يعني زمايلك. زمايلي؟ ده اللي كنت متعاون معاه. يا رمضان انت اللي كنت بتقولهم الاجابات؟ كنت بجيب الاجابات وبدل. تحدي غطا الزجاجة. قول لي ان انت اتدربت على اللقطة دي او دي كانت اول مرة؟ لا كانت يعني عملناها يجي 4-5 مرات بس قبليها على طول. ده كنا في اسبانيا في معسكر النادي، والمصورين بقى بتوع النادي على طول عندهم افكار حلوة بصراحة. كان رامي وتيما، فعملنا شغل حلو يعني. في طفلي كان كاتب لك رمضان صبحي Can you give me your shirt؟ ممكن تديني قميصك؟ ده كان في ماتش ايه ولا انت مش فاكر؟ لا مش فاكر، ما شفتوش، انا اول مره اشوفها دلوقتي حالا، اول مره.
لو كنت شفت كنت ده كان في ماتش وادي دجلة تقريبا طالما كنا بنلعب وادي دجلة حد كان ماسك العلم بتاع وادي دجلة فاكيد كنا بنلعب وادي دجلة بس انا طيب اول مره شفت. طيب كابتن رمضان لو وصلنا للطفل ده هتدي له قميصك؟ اه ادي له القميص عندنا. خلاص احنا بس كل مهمتنا ان احنا نوصل لنفس الطفل ده وان شاء الله نعرف بسهوله يعني اجي على تدبيس بقى كده عمالين بقى ندي البتاع ماسكات وبتاع. معلش يا كابتن معلش يا كابتن انت واخد بطوله جامده جدا معلش. الا صحيح كنت انا سالت كابتن شوقي غريب كنت متفق مع نفسك تعمل ايه؟ قال لي كنت هجيب هديه يعني وعد مراتي بهديه وبنتي وموعدهم ان احنا كنا نسافر نعمل عمره. انت كنت نادر او واعد نفسك بايه؟ اوعد حبيبه بايه؟ لا يعني حبيبه او ماما ما كنتش بصراحه اوعدهم بحاجه بس يعني عامل حسابي ان انا هجيب لهم هديه بس كنت عامل حاجه تانية يعني بس. طب جبت الهديه ولا لسه؟ لا لسه ما لسه لسه لما ناخد المكافئات من المنتخب بجيب لهم كل حاجه في الضغط العربي كل حاجه بتظبطها كل حاجه لما تاخد المكافئات من المنتخب. انتوا هتاخدوها امتى؟ انتوا لسه ما خدتوهاش وانتوا كمان؟ طالع اليومين دول والله؟ اه خبيش مش سايبينه مش قلقانه مش قلقانه. لعبه تروث اور دير او الحكم او الاجابه خلينا يعني نعرب الاسم او خلينا نسميها الاجابه او الحكم. اسئله محرجه يا اما يجاوب عليها بمنتهى الصراحه من غير تهرب يا اما يقول انا مش هجاوب بس هنفذ الحكم. اتفقنا؟ انتوا شهود. رمضان صبحي مين اكتر واحد بيقول افهات وحشه وبايخه في المنتخب؟ في المنتخب اني منتخب الاول منتخب الاول بس انا بقالي كتير ما روحتش وفي لعيبه كتير راحت. ده مش اجابه يعني يا تجاوب يا تقول فلان افهاته بايخه. ما هو انا ما بيش يعني مش لاقي عشان انا بقعد مع ناس فالناس اللي بقولهم بيبقى دمهم خفيف لكن ما بيش عشان ما اقولش اي واحد وخلاص فاهم. انا مش عايز اقول اي واحد وخلاص خلاص يعني الحكم ان انت تنطط كرة تنس على رجلك 10 مرات. شوف بقى صعب برضه. طب ينفع اجاوب على السؤال تاني؟ ها صعب قوي الموضوع ده. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 تمام تمام أحسن. إيه أوحش طبخة بتطبخها حبيبة مراتك؟ ممكن المكرونة البشاميل. لا اوصفها لي كده المكرونة. هي بتبقى مكرونه بس مفيهاش بشاميل. مين اكتر لاعب في مصر شايف انه ما كانش ينفع يحترف بره؟ يحترف بره. طب ما فيش اسماء وانا اقول منهم او يا تقول مين اللي كان المفروض ما يحترفش او هتعمل 10 ضغط وانت بتغني. 10 ضغط وانا بغني ايه؟ فرحانين فيكم. عايزينه يجاوب ولا يعمل ضغط؟ الناس عايزه تفرح فيك. بحبك قوي. طب انا عشان بحبه هقوله لسه مكلمني تريزيجيه كان يفضل قاعد معايا في الاهلي. تريزيجيه هو اللي كان عايز يقعد جنبه ماشي. هرب من الحب. برافو برافو. طيب اخر رساله من سعد سمير اخر افيه قاله لك سعد سمير على الواتساب ايه؟ على الواتساب لا يعني كان بيقطع في حد بس ما ينفعش اقول كان بيقطع في لعيبه. كان معانا سعد سمير وكان فرحان فيك قوي وهو بيغني في الاعلان ابن النادي. كنت انا في انجلترا ساعتها هم في كنت انا ساعتها بلعب في انجلترا فهم كانهم كانوا بيغنوا لي فسعد ساعتها كنا قعدنا نتكلم حتى فقلت له يعني انا عايزك اللي انت اللي تعمل ده هيبقى حلو فالناس كلموه هو وهو عمل الاعلان فطلع شكله حلو لطيف لطيف قوي. اول مره بعيد عن اهلي قدها وقدود يا ابو التفانين وحشتني وقفتي في الملعب حركات الرمادونا في التمرين هرجع واعزم كل مره دي هي
دي جدعانة ابن النادي ابن النادي. السؤال اللي بعده، مين احرف من مين في حراسة المرمى، كابتن اكرامي ولا كابتن شوبير؟ كابتن اكرامي ولا كابتن شوبير؟ كابتن اكرام. كابتن شوبير بقى هيمسكني في الاعلام. على طول ماشي. الحاجه الوحيده اللي الحاجه الوحيده اللي ممكن تغفر لي ان عشان مصطفى ابنه يعني صاحبك قوي، اخويا الصغير يعني، فممكن يشيل من عليا شويه. كابتن اكرامي لما كان بيمثل في الافلام شايفه بيمثل حلو ولا مش حلو؟ لا كان بيمثل حلو. اني فيلم اني فيلم لما في افلام كتير. لا الفيلم اللي كان عامله مع سمير، الاستاذ سمير صبري ولا كان اسمه ايه، واحمد راتب، لما احمد راتب ما كانش بيستحمى. ايوه ما هو ده يا رب ولد، هو ده. ايوه هو ده. سيادتك اهلاوي؟ لا. زملكاوي؟ لا. امال انت ايه؟ انا اسيوطي، لا افهم في الكوره ولا حته. مبروك عليك يا عمي، بكره تعرف انك كسبت راجل. ليس الفتره انت تمثل الدور ده، لو هتمثل ولا لو هتمثل مكانه وتمثل في الدور ده ولا في فيلم تاني؟ مش الفيلم اللي هو مش ده الفيلم بتاع احمد راتب؟ هو ده. طب عظيم. اكمل العباره التاليه، لو لم اكن اهلاويا لكنت مصري. لو لم اكن اهلاويا اهلي نادي تاني اتحاديه، عشان بحب جمهور الاتحاد. اتحاد السكندري. اتحاد السكندري. طب والله العظيم مش عارفين نحكم عليه. لا عايزين نديله سؤال ينفذ الحكم الاخير يا جماعه، عايزين سؤال كده جبار. لو لم يكن نادر شوقي مدير اعمالي لوددت مين؟ طب قولي لي ايه الحكم واقول اعمل انهي واحد. لا الحكم ان انت تأدي أداء محمد رمضان وهو بيغني أغنية مافيا. يا إما تختار مدير أعمال غير نادر. معلش يا نادر، لو ما كانش فيه نادر يعني احنا عايزين نحرجك وخلاص، عايزينك تلعب ضغط بجد. طب ما تقولي لي اعمل الضغط اعمله. طب اعمل ضغط على مافيا ماشي. بس انا حابب اشكر حضرتك جدا، كنت مبسوط جدا ان انا مع حضرتك، ودايما ببقى مبسوط وبتبقى حلقات حلوه جدا يا رب. كنت مبسوط ان انا مع الجمهور التحفه دوت، دايما بيبقوا متفاعلين معانا.